هلا وحياكم الله، والله يصبحكم بالخير جميع، وصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بالنسبه للاخوان اللي يستفسرون، واكثر التعليقات جتني عن السكس اللي عرضته امس حق الجيش، السكس باي سكس. اكثر الناس يقولون الموتر عكس مو بخياره. يا اخي الخياره معروف والعكس معروف، حتى لو ركبت الغطاوي وانا معلمكم مقطع التصوير الفيديو قايل لكم هذه غطاوي وراكب عليها الطوس، والخياره واضح يعني، حتى ما عليك من القطاوي واضح، من يوم تيجي مع جنبه واضح الخيارة، من سلسلته تشوف انه خيارة واضح. هذه معروفة ان سلسلة الخيارة، وكن التاير على التاير يجن جنب بعض، ما بينهم مسافة طويلة. والشيء الثاني طلع مكوب، هذا غطاء عن راكب هنا، وهذه طاسة عليه موجودة بمحلات الزينة او الورش تحصلها عندهم اللي بيركب على الخيارة. وبالنسبة للعكس قدام، بالنسبة للدفرنشل اللي قدام طبعا يركب عليه حق عكس، ما يركب عليه حق خيارة، لأن الدفرنشل موتر. هذا الدبل حقه، وراح أوريكم السكس الخيارة شلون مجموعته تجي وشلون واضحة الحين عندي موجود. هو ما يركب عليه إلا جمط 20 ولا 24، نفس كذا نفس الموديل الحديث. هذا العكس يا اخوان، حتى وانت تجي من جنبه تعرف انه عكس، واضح وسيع، التاير على التاير بعيد، والربطات تشوفها قدامك واضحة. هذا الخيارة، طبعا الغطاوي اللي تجي تركب هنا مسامير. هذا الخيارة، شوف ربطاتها، ما تشوفها ربطاتها داخل. هذا العكس موديل 82، شوفوا ربطاته واضحة، من يوم تمر مع جنبه تشوفه تعرف ان هذا خيارة ولا عكس. هذا جنط 20، طبعا هذا شقف جنط 20 6 باي 6 شقف، يفكون هذه ويغيرونها الفراشة كلها كاملة حقت موتر عكس ويشدون عليه. الشغلة سهلة ترى، هي كل ابوها وهي كلها لمسات بسيطة اللي ما يفرق بين السكس الخيارة والسكس العكس. واسمحوا لنا على طالة. بالنسبة للإخوان اللي يستفسرون على الفكسة بالخيارة، سيارات الجيش خص الألمانية لا تستغرب منها مواصفات، شيء تابع للجيش. في سكس 82 بحفر الباطن، جيرة 4x4، تعشق 4 نمر يسمونه جير امريكي، والدق الدقمة وتعشق الاربعة الثانية بنفس الخانة 1 2 3 4، الدق الدقمة وتعشق 1 2 3 4 اللي هي الثقيلة، الثمانية غيار الاربعة غيار الثقيلة اللي هي الخامس والسادس والسابع والثامن. سيارات الجيش لا تستغرب منها، واجد مروا علي سيارات جيش المانية فيها شغلات والله ما اعرفها ولا اذكرها، ما ادري شنو هي له يعني، الشغلات واجد الا تتبع وراها، والله انا قلة الفضاوة ما تبع وراها اروح ابحث عنها، ولكن هذا فكسه وفكسه تراكبه وشغاله من احسن ما يكون. بالنسبه للاخوان اللي يرسلوا لي على الخاص يبغون المقطع، راح انزله على القناه على اليوتيوب، ما عليك الا ترفع الشاشه فوق وتضيف القناه وتلقى المقطع كامل، بنزله بعد شوي باذن الله.